السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم كلكم، ان شاء الله حالكم كويس وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد حنتكلموا فيه على موضوع جدا شيق وبالذات للطلبة وخاصة للطلبة المقبلين على درجة البكالوريوس او كيف تخرجوا من الثانوي. حنتكلموا على منحة مدفوعة التكاليف كليا. خلونا نبدو بعد الانترو. ما في شك ان كلنا نبغى نتحصل على تعليم عالي الجوده في مدارس او جامعات مرموقه، وبغض النظر على المحتوى الاكاديمي نفسه من التجربه التعليميه هذه، اكيد نبغى تجربه دراسيه ممتعه ومشوقه، يعني ان فيها العديد من النشاطات ونتحصل من خلالها على تجارب مهنيه وحياتيه اكثر. في منحه دراسيه مموله او مدفوعه التكاليف كليا تعتبر من اكثر المنح الدراسيه التنافسيه في العالم، واللي توفر فرصه جدا رائعه للطلبه في مراحل دراسيه مختلفه سواء لدرجه البكالوريوس الماستر او الدكتوراه، هي المنحه التركيه او المنحه المموله من حكومه تركيا. منحه تفتح في نموذج التقديم الخاص بها مره في السنه من يوم 10 يناير ليوم 20 فبراير او 10/1 ليوم 20/2. المنحة متوجهة لكل الطلبة الدوليين حول العالم في درجة البكالوريوس الدكتوراه أو الماسترز. المنحة سخية جدا، يعني ما تشملش فقط تكاليف الدراسة ولكن تشمل حتى تكاليف الإعاشة أو التأمين الصحي أو حتى مصروف جيب، وأيضا تكاليف التنقل من بلدك الأم لعند دولة تركيا، ومعها سنة كاملة إضافية لتعلم اللغة حتى تندمج أكثر مع المجتمع. التقديم على المنحة جدا سهل وبسيط، ممكن ياخذ وقت ولكن جدا مباشر. في حالة انك انت كيف تخرجت من ثانوي، يعني حتقدم باش تاخذ درجة البكالوريوس في تركيا بطريقة مجانية مدفوع التكاليف كليا او تستفيد من الفرصة الرائعة هذه، محتاج اكيد انه يكون عندك نسخة من شهاداتك في الثانوي، مثلا شهادة ثالثة ثانوي او درجة 12، مرفق معها طبعا بعض من البيانات الشخصية زي بيانات الجواز السفر او بيانات تعبر بها انت على نفسك، وايضا مجموعة من الملفات اللي ممكن تاخذ وقت في كتابتها ولكن هي مباشرة وتحكي عليك انت، زي ممكن مثلا بيان الغرض او البيرسونال ستيتمنت، يعني بيان تحكي فيه انت اكثر على نفسك، او خطاب الحافز او الموتيفيشنال لاتر اللي هي تحكي فيها على اهدافك انت كشخص وطموحاتك، وخطاب النوايا اللي هو توضح فيه نواياك وعلاش انت اخترت انك تقرا في مدارس في تركيا او انك انت تتوجه للتعليم في دوله تركيا. طبعا وجود المنحه وان هي مدفوعه التكاليف كليا واحد من الاسباب، ما فيش اي خطا انك انت تذكره. وما ننسوش ان المنحه التركيه ما زالت تتربع على عرش افضل المنح الدراسيه مدفوعه التكاليف حول العالم، لان هي مش مطلوب فيها ان يكون عندك شهاده لغه، يعني مش مطلوب انك انت تقرا بالانجليزي، لان من الممكن جدا انك تقدم على المنحه حتى وانت غير متحدث باللغه الانجليزيه بطلاقه، او انك انت مش راغب للغه، يعني ما تبيش تقرا البكالوريوس في باللغه الانجليزيه لانك مسافر تقرا في بلد خارج بلدك، تقدر بكل تاكيد انك تقرا باللغه التركيه، وهذه ميزه ان فيه سنه كامله من تعلم للغه التركيه، سنه اضافيه لكل الطلبه المقبلين على هذه المنحه او المقبولين في هذه المنحه. طبعا المنحه تقبل في حوالي 4000 شخص كل سنه، يعني عدد ضخم، يعني نسبه القبول نسبه كبيرة جدا من الأشخاص اللي قدموا على المنحة. المنحة ما تاخدش حتى وقت طويل خلال التقديم، يعني يبدأ النموذج في يوم 10/1، بمجرد ما يسكر يوم 20/2 ياخد حوالي 3 شهور للتقييم، ومن ثم تبدأ مرحلة المقابلات في شهر 6، شهر 8 يبدأ التجهيز المبدئي للأشخاص اللي تم قبولهم، ومع نهاية شهر 8 أو بداية شهر 9 يبدأ كلهم يسافروا لتركيا للانطلاق في تجربة جديدة في حياتهم. لأي حد راغب وعنده شغف إنه هو يتحصل على تجربة تعليمية رائعة من ناحية أكاديمية أو من ناحية مهنية أو من ناحية تجربة حياتية، المنحة التركية من أفضل المنح بكل صراحة، جدا تنافسية، جدا سخية وكريمة. التقديم عليها مجددا ممكن ياخذ وقت ولكن مش حاجة صعبة، لأن كل البيانات جد مباشرة للشخص اللي هو بيقدم ويستفيد من هذه المنحة. رابط التقديم على المنحة حيكون موجود في صندوق الوصف للتقديم، في حال احتجتوا أي مساعدة أكيد بدون أي خجل أو تفكير توجهوا مباشرة للسؤال، وإن شاء الله بالتوفيق لكم كلكم ونتلاقوا في فيديو تاني.